اللي في الصورة دي اسمها عزة حمادة، صاحبة أكبر جنازة في الشرقية. قصتها من أغرب القصص اللي ممكن تسمع عنها في حياتك، ولولا أهالي القرية بتاعتها كان ممكن قضيتها تتسجل ضد مجهول. 2021 وتحديدا في محافظة الشرقية. عزة من عيلة محترمة ومحبوبة جدا هناك، وهي كانت من حافظة القرآن الكريم وكانت بتحفظه لأطفال القرية، وتقريبا مفيش حد في القرية بتاعتها ما يعرفش أخلاق واحترام عزة. من 3 سنين جارها واسمه إسلام اتقدم لها علشان يتجوزها، ومعروف عنه انه راجل محترم وشغال نقاش وكان بيسافر كتير علشان شغله. عزة اتجوزت إسلام وعاشت معاه في بيت أهله، ولأن القرية اللي هم منها صغيرة فكان كل سكان القرية عارفين بعض. عزة عاشت مع إسلام حياة طبيعية، وبعد 1.5 سنة خلفت طفل اسمه أحمد. كان ممكن يحصل خلافات بسيطة بين عزة وإسلام، ولكنها خلافات ممكن تحصل بين أي 2 متجوزين. والدة عزة كانت دايما تشكر في إسلام، وكمان والدها كان بيحبه جدا، وده بسبب كلام عزة عنه، واللي كانت دايما تقول إنه راجل محترم وإنه بيحبها جدا زي ما هي كمان كانت بتحبه جدا. وفي يوم والدة عزة اتفاجئت بيها جايلها على البيت، وعرفت إن عزة حصل خلاف بينها وبين إسلام بسبب شوية مشاكل حصلت مع أهل إسلام، وده لأن كلهم كانوا عايشين في بيت واحد مع بعض، إسلام ووالدته وأخوه ومرات أخوه. ولأن الخلافات الزوجية دي ممكن تحصل في أي بيت فكان الموضوع عادي، تحديدا إن عزة ما قالتش لوالدتها عن أي مشكلة حصل، قالت لها إنه مجرد خلاف عادي. وبعد كام يوم والدة إسلام وأخته جم على بيت أهل عزة علشان يصلحوا المشكلة اللي حصلت بينهم ويرجعوا الأمور تاني طبيعية بين عزة وإسلام. ولأنهم من عيلة محترمة، وهنا أقصد عيلة عزة، فوافقوا على الصلح، وعزة رجعت على بيت جوزها إسلام ورجعت الأمور لشكلها الطبيعي. لكن اللي مش طبيعي إنه بعد يومين إسلام خد تليفون عزة وكسره وخرج منه الشريحة وحطها في التليفون الخاص بيه، ومن هنا بقى أي حد عايز يتواصل مع عزة إسلام هو اللي بيرد عليه. وهنا الصورة وصلت عند بعض الناس إن حصلت مشكلة من عزة بسبب التليفون ده، وإن إسلام بدل ما يكبر المشكلة اختار إن يكسر لها التليفون بتاعها وان يحط الشريحة بتاعتها عنده في التليفون. وفي نفس الوقت مفيش حد اتدخل بينهم في المشكلة دي لان الاهل اعتبروها مشكلة عائلية. وبعد 2 شهر من الواقعة دي كان في فرح كبير في القرية، معزوم فيه تقريبا كل اهل القرية، وعيلة عزة بالكامل كانوا موجودين وكانوا مستنيين عزة وجوزها علشان يحضروا الفرح. ويمر شوية وقت لكن عزة ما بتظهرش، ولما الوقت بدأ يتأخر اهلها بدأوا يقلقوا، تحديدا لما عرفوا كمان ان حتى في بيت عزة محدش يعرف هي فين. الكل بيقول انها اختفت تماما. والد عزة وافراد من عائلتها جريوا بسرعة على بيتها علشان يدوروا عليها، وهناك لقوا اسلام ومعاه مجموعة كبيرة من الناس عمالين يدوروا على عزة، لكنهم فشلوا تماما انهم يلاقوها. ولما والد عزة سأل اسلام ايه اللي حصل، قال له ان عزة خرجت من البيت الساعة 8 بالليل علشان تشتري فاكهة، واول ما ترجع هياخدها اسلام ويقولهم على الفرح. وكان اسلام مستنيها ترجع وهو قاعد على قهوة جنب البيت بتاعهم، وكان قاعد معاه مجموعة من اصحابه وهو طول الوقت كان مستني عزة ترجع. الوقت يعدي ويمر اكتر من 7 ساعات، وخلال ال7 ساعات كل اهل القرية بلا استثناء بيدوروا على عزة في كل مكان، لكن مفيش اي اثر. لحد تاني يوم الصبح واحد من قرايب عزة يقرر ان يحط صورتها على الفيسبوك ويطلب من اهالي القرية والقرى المجاورة ليهم انهم يدوروا على عزة معاهم او يدلوهم على اي حاجة، لكن مفيش اي اثر لعزة. ويجي اليوم الثالث علشان اهل عزة يتفاجئوا بان فرد من افراد امن اسم الشرطة التابع للقرية يجي لهم على البيت علشان يطلب مواصفات زيادة لعزة، وكان اكتر وصف بيحاول يعرفه هي كانت لابسة ايه ساعة لما اختفت. وبعد مرور ساعة من زيارة رجل الأمن تطلع إشاعة في البلد إن الأمن لقى جثة عزة غرقانة في الترعة، وإنهم طلعوها وكانوا بيحاولوا يتعرفوا عليها، علشان كده رجل الأمن حاول يعرف مواصفات زيادة عنها. وبعدها الأمن يطلب حد من عيلة عزة يجي لهم على اسم الشرطة علشان يتعرف على الجثة، والمفاجأة إن واحد من قرايب عزة هو اللي راح الأول على اسم الشرطة واكتشف إن الجثة اللي قدامه دي هي جثة عزة، وكانت صدمة كبيرة لأهالي
القرية والعيلة عزة من اللي حصل. الجثة تروح على الطب الشرعي في المستشفى الحكومي التابعة للقرية اللي هم منها، والتقرير المبدئي يطلع ان الوفاة بسبب الغرق، لكن التقرير ده ما يعجبش اهل عزة ولا اهل القرية، ويبدأوا يتجمهروا قدام اسم الشرطة علشان يطالبوا بالتحقيق في قتل عزة، لانهم متأكدين ان في شبهة جنائية، وده بسبب وجود جرح في منطقة الانف عند عزة وقطع في ودانها الاتنين، وانهم كمان لما لقوا جثة عزة ما لقوهاش لابسة اي دهب. في نفس التوقيت ده كان الطب الشرعي لسه ما خلص التقرير النهائي، والامن طلب افراد من عائلة عزة يجوا تاني علشان يعينوا الجثة مع الطب الشرعي قبل ما يطلعوا تصريح الدفن، علشان الطب الشرعي يأكد ان في كسر في منطقة الانف، وان القطع اللي في الودان ده نتيجة سحب الحلق الذهب من عزة بالقوة، وان حالة الغرق حصلت فعلا، ولكن ده حصل بعد ما تعرضت عزة لضربة قوية في منطقة الوجه غالبا افقدتها الوعي. وهنا القضية تبدأ تاخد شكل انها سرقة وادت الى قتل. وطول الوقت ده اسلام جوزها كان متأثر جدا بكل حاجة حصلت، وشارك في الجنازة بتاعتها اللي شارك فيها عدد كبير جدا من اهالي القرية ومن القرى المجاورة. لكن رجال الامن كان عندهم شك كبير في اسلام، صحيح هو شارك في البحث عنها، وصحيح هو شارك في الجنازة وكان حاضر كل الاحداث اللي حصلت، لكن حجم التأثر اللي كان ظاهر عليه ما يسويش ابدا حجم الحب والفقدان اللي حصل. وبدأ رجال الامن في عمل تحريات كاملة عن اسلام، لكن مفيش اي دليل ضده، وده لان اسلام ذكي جدا. وبعد مرور 10 ايام الامن يستدعي اسلام علشان يحققوا معاه تاني، وده تحديدا لما عرفوا ان اسلام كسر تليفون عزة وخد الشريحة وحطها عنده، وده خلى الامن يشك ان عزة ممكن تكون ارتكبت غلط كبير زي الخيانة مثلا، وان اسلام اكتشف الخيانة دي، ومن هنا قرر ان هو يكسر لها تليفونها، وبعدها قرر انه يتخلص منها. لكن المفاجأة كانت غير كده خالص. بعد تضييق التحقيقات مع اسلام اعترف ان هو اللي قتلها، لكن الذكاء كله في اللي جاي. اسلام قرر ان يقتل عزة في نفس يوم الفرح، وده لانه عارف ان الفرح ده كبير جدا، وان معظم اهل القرية هيكونوا موجودين فيه، وده معناه ان الناس كلها هتكون مشغولة، وان لو عمل اي حاجة غالبا محدش هيشوفه. وفي نفس التوقيت هو اللي طلب من عزة انها تروح تشتري فاكهة، والراجل اللي هتشتري منه الفاكهة المفروض انه فاتح في منطقة جنب الترعة، واسلام اتحرك وراها على طول، لكن من غير ما هي تاخد بالها. ولما تأكد ان مفيش اي حد خالص موجود طلع عليها وضربها جامد في وشها، ولما اتأكد انها فقدت الوعي شالها ورماها في الترعة علشان تبان قصاد كل الناس انها غرقانة. وسرقة الذهب دي كانت مجرد صدفة، حرامي معدي بالصدفة فلقى جثة مرمية في الترعة، فقرر ان هو يسرق الذهب منها، ولانه حرامي فانتزع الذهب بطريقة وحشية. وعلشان كده لما الامن لقى الجثة كان فعلا التقرير المبدئي انها سرقة وغالبا ادت الى القتل، وإن الموت فعلا بسبب الغرق. بس السؤال الأهم هو إسلام قتل عزة ليه؟ للأسف عزة شافت إسلام وهو بيمارس الجنس مع مرات أخوه، وللأسف كمان اتضح إن والدة إسلام كانت عارفة باللي بيحصل وخافت من الفضيحة في البلد، فقررت إنها تجوز ابنها إسلام، واختارت لإسلام عزة علشان تبقى مراته. ولما عزة اكتشفت الكارثة دي وقالت لإسلام لها إن مفيش ولا حد هيصدقها، فعزة قررت إنها هتصور إسلام وهو بيمارس الجنس مع مرات أخوه، وصورته مرتين فيديو، وحددته انها هتوري الفيديو ده للناس لو ما طلقهاش. اسلام اتخانق معاها خناقة كبيرة جدا، وبسبب الخناقة دي عزة سابت البيت وطلعت على بيت والدتها، لكن عزة ما حكتش لوالدتها ولا لأهلها عن المشكلة الحقيقية اللي حصلت. ولما عزة واسلام اتصالحوا ورجعت على البيت، اول حاجة عملها اسلام انه خد منها التليفون اللي صورته بيه وكسر التليفون علشان يتأكد ان الفيديوهات كلها اتمسحت. وفي نفس التوقيت ده قرر انه هيموت عزة، وده علشان السر والفضيحة اللي عرفتها عزة تموت معاها. لكن اسلام كان عمال يفكر يموتها امتى وفين. طبعا تم احالة اسلام للمحاكمة، واكيد هياخد حكم ملائم جدا الكارثة والفضيحة اللي عملها، وربنا سبحانه وتعالى جاب حق عزة وحق اهلها واهل القرية. سلام عليكم.